عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، نصل بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخميس. حلقتنا الليلة إن شاء الله تعالى حلقة مميزة جدا. دكتور موجود؟ مين؟ قال. إذا مرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخميس. حلقتنا الليلة مميزة جدا بضيوف نادر أنت تشوفهم بالإعلام الموريتاني، وعند مختصين من أهم الاختصاصات الموجودة. غير سابق ذاك عادة ثم دقائق أكثر والله يقبلوا التعليق على الأحداث الأسبوع. من أهم الأحداث اللي في الأسبوع اللي هو اللي قالوا قضية الحوار اللي كان عندنا في الأسبوع الماضي، واللي اختتم ليله الحلقه الماضيه يقول الساعه ما جاءت به ليله الحوار. واحد مولانا عنه الصحفي دوره قد يختلف من صحفي شر، صحفي دوره هو دائما حسب وجهه نظري انا عنه اناره الراي العام، ودائما يوقف مع المواطن البسيط مهما كله الثمن، وحاول توعيته بالمواطن الموريتاني البسيط فم ياسم القضايا بايته، فم ياسم القضايا خاطئته نتيجة التغييب ونتيجة الجهل ونتيجة عدم الوعي ونتيجة تغذية السياسيين. طبعا مولانا عن الحوار يقدر قاش يقول عنه العبارة الشهيرة العيطة كبيرة والميت فار، اللي ولين يقول الحوار هام مرقاج عند الحوار حقيقي ومغيب عنه أطراف من أهم الأطراف في البلد وأحزاب سياسية عريقة، هذا معناها عنه ما هم معد الحوار ولا هم معد الشيء. بغض النظر عن كل المخرجات، هي مخرجات ما معترف بها جهات كاملة، هذا يعتبر عنه ما ينقال مخرجات. الحوار أنا أعتبره حوار وحادي الجانب، حوار داخلي لكن الأميبا اللي تقسم ذاتيا حتى هو حوار منقسم على ذاته. والغريب في الحوار عنه هو قال من لا يغير الدستور، راية ما أنا كيف غير الدستور، ثم 50 مادة لا يتغير من الدستور بسبتة القضية اللي قال مجلس الشيوخ اللي قال العلم واللي قال الراية النشيد. أنا ما نعرف النشيد والعلم مش مجلور فيه، هو قال هو عنه ما مترشح المأمورية ذاته، رغم عن الناس بعد من الناس الكار والحاسد وقال عنه بدعو ذات ما وحق عنه بعض العين يقول شيء الكار والحاسد شيء ما وحقها، كان قاعد القضية ما تعنيني، مع اني بعد الله ربما اوافق مرات بين اللي قالوا عنه العب والحلش الحبل، واني نعود مرات ماضي رقاش قال الوايات ولا جد لي دائما يعقب الله، اني نقول رقاش الوايات اخرت عقب ولي ما جد لي فيه، اللي دائما العرب يقولوا مثل زين يقولوا الرايد ولا يكتبوا له نعود الصال جنرال، لكن عودهم قالوا السياسه. هاي المخرجات قال لكم عنها لا يعد الاستفتاء، والاستفتاء هذا لا يكلف 20 مليار. 20 مليار تعرفوا كم بلوبي انا ما نعرف حسبت اللي انا ما قد قاعد عندي كون في قطعة عندي ساعة وقب عاد يعني وقب تخرج وبوفى وعندي كون فرح مثل الله، ما نعرف 20 مليار ما قد استوعب الرقم. هذا الاستفتاء ديروا عليه هم اللي 20 مليار اخرى التغيير، مثلا لاتينا غيروا الشعار الرسمي للدولة في دول العالم تغيروا يختلفوا عن ياسر وتنسيج يتغيروا عنه 20 مليار اخرى. 20 مليار مدة عندها ادواب اللي قالوا التعليم واللي قالت من الصحة واللي قالوا التوعية، وعنده الناس اللي قال بطالة موجودة، وعنده ياسر من مشاكل، وعنده مشاكل الأطباء والصحة، ماشي بعتر 20 مليار في قضية ما هي أساسية. هذا هو السؤال المطروح. أنا 20 مليار ما ينزل غاش، أنا عندي مئات آلاف العاطلين على عمل حملة الشهادات، وشجاع ما يحمل شيء يسوس هو ما يحمل قاع راسه والألباس ما هم جابرين وقية واحدة. عندي آلاف الناس من أبناء الشعب الهناتية اللي عانوا من الأمية واللي عانوا من الجهل واللي عانوا من عدم المدرسة واللي عانوا من ما نستثمر فيه، ما نحاول نوجه جهودي للداخل. لماذا دائما تعود لماتي قضايا مطروحة قضية الحراطين وقضية كذا وقضية، لماذا ما عود لهم تمييز إيجابي؟ لماذا ما عود لهم سن التمدرس لا بد رقاش يقيس المدرسة إياك يقرأ؟ لماذا ما عود موجود؟ لماذا ما نستثمر في النوع؟ بدل من استثمار في تغيير علم الله تغيير نشيد. والاشكال اللي قاعدنا لا غير نظر من الضامن على عنه لا جرى رئيس اخر ما عدل زاد واستفتاء ويغيره ونعيش بنوضه ثم لا في الواحد كلما جاءت امه تلعن اللي سابتها به، اللي نحن شعب جلب والله جبل على عنه ذاك اللي حاكم لا يعود معاه، معناه عنه ذاك اللي جراح نقول عنه العلم لا يعد رزق لنا حمراء، نقرا خطا صفر ونقول نقوقوه لا يقولوا والله لا نقوقوه قاع هو الشعار الرسمي،
ما تلمسوني ونجي واحد وقال له يبقوا هين. بالتالي لماذا لم نلتف مدد عهد القصر مؤتمرات استهلكت ياسين غلا وياك تجينا في النهايه تقول لنا احنا لا نغير العالم ولا نغير النشيد. هذا الله يعلم لنا عنه ما هو ما هو المطلوب ولا هو اصلا اللي ما نشيد. هذا رجاج يطرح السؤال ده السؤال المطروح، ما الفائده من تغيير النشيد وعلم في الوقت اللي هو؟ وما الفائده من خلق المشاكل؟ وما الفائده من خلق الاحتقان الجهويه والقبليه والمشاكل؟ موريتانيا رايت مقبل على ياسم التحديات، موريتانيا ليست بدعا من الدول الاخرى، ومدى شافت اللقاء سوريا وقع في ليبيا وقع في تعرف عن دمشق هي اقدم عاصمه في العالم. جلق كان قال لها قديما، جلق بالزمان الاول قال حسان الجابد. دمشق العراقة راعي حركاتية خرسوا ليبيا وخرسوا الدول وخرسوا المشاكل في العالم من حولنا. بدل من نوحل وشلنا الرفاهية نغير عالم والله أنا بعد ما تستعد نحفظ نشيد آخر كان من الحروب. إحنا قاعد نشوف من أصلا تداخل الصين بس اللي يتقهرون على واحد وياخر أنا حفظ لمدة رواية أخرى جديدة هذا لا معنى له. أريد مدة تحاول أن تبني البيت الداخلي، تبني البيت الداخلي ياك ايش؟ ياك تعود مستعد ذاتيا للتحديات، ياك تقول عود قدام التحديات، ما هو عن الدحل شو تعبت. انا الوسام يقول لك البيت ذاته بعض الوزراء جالس مدن الداخل من اجل الشرح قالوا هما مضمون للروايه اللي خلقت ومن اجل ياك ياك تقولوا عن صوته ونروح نفشي من المتاهات اللي لان انتم داخلين الدوامات. يا جماعه الخير ماده عندها ماده ما تقرا وماده جاهله وماده قالت الشعبيه ما تحالف الولايات اللي هم مدة مزاد صنع لك تقطع 20 من النهار عن الرجاج وتفخر دكتورات على الرجاج قاعدة تخلص وتقول يا جهة مواطن مراته ما تعرف الولايات مدة أطبابه مازالوا عملياتها ما يعرف كيف تعدل مدة عندهم الأدوية مزور كامل مدة إعلانها مازال خاسر ونيتات صلحوا أغلبها. سمحوا لي شوفوا هذا قلت واحد يقول ما هو مهني غير أن المهني أنواع عندي أنا أعلم لنا عنه ما هو مهني الا ذاك اللي لا يقعد يرتل شي مكتوب قدامه صاحب راس مغر. انا قاعد المره الماضيه جاب ياسين اتصالات انت قلت ياسين اللي كلام انت انا والي ملا عن برنامج واحد مده ساعه ونص الاسبوع فات وقبله واحد سابقه مقابل 20 ملايين برامج في القنوات الرسميه والقنوات اللي ما هي رسميه اللي تمجد وتعدل والي ملا ما خسرش حد يتم اللي يخلي ياكل عند الديمقراطيين يخلي فما نوع من الحريه لعد توات وهم اللي يتم الامور كامله لا قايسر قدام احنا ما نقدر نعدو هو ما يقدر قاعد يعود يتملى من ضايق بدنا نعود فما تيا المواطن عادي يسمع الحقيقه مره واحده والله مغلبين وقاصدين اقولوها انه ملي عاد فما تستغيل المواطن ما يبغى يسمع الحقيقه ولا يبغى يسمع عن دولته تعاني ولا يبغى يسمع عن فما تيا المسؤولين كيف هذا حد يقولوا يقولوا يا جماعه وفتوا قلتوا وراكم قلتوا لي مرات غير انا اللي امتين راسي ولا نسمع الواجعة للاسف الشديد وانا قلت مرات عنيان ما نمتلك ما هو ضمير ولا نترك مواد الكلمات اللي نقول وبعد ما نخلص عليهم ياك على تشكو يا غير لا زين عندي انا كانسان حامل رساله انه يتم يوضح للشعب المسكين يا اسم الواد ما غالب رجاج تم يقعدوا لي بسكوستين وتم من كرافيت وتم يقول خرج وزير الداخليه ودخل وزير الخارجيه والسيد الرئيس نصر الله حفظه الله ما انا قاعد اللي يدعو دور يتم لا جابر ذاك اللي جابر اصحابه يا ترى هذه مولانا عنده يتم منه والدور نيه الاعمال قدام ان شاء الله تعرفوا عن يبقى حقيقه لا لا أما الزبد فيذهب ويشوفها وأما ما ينفع الناس فيمكو ذبرا. إذا على كل حال كي قلت لكم الليلة لا ينقص موضوعنا اللي هو موضوع جميل جدا ومهم جدا الليلة والله اللي مولانا عن كي قلت لكم كلمة في أخبار الكلمة الأولى ذلك قالوا الاستفتاء وذلك قالوا الدستور وذلك قالوا التغيير ما الله اللي مولانا عن خارج موريتانيا لا هي الطبيب موريتانيا يعطى الرئيس والمزال ويعطي الوزراء لمزالهم ويعطي الحكومه لمزالها لعاد صحك عاد عنده لا يمشي خلي اثر طيب للناس ما هو الشركه مبيوعة انا مبيوعة عنها شركه كبيره احنا لحقنا مرحله البيع وما يعني تم كل شيء نبيعوه ما خليك شيء من التراب من المدارس وانا بعدين عند الدوله ما ارقى شيء مستعد نعطي راسي في الانباء يعني بعد ما مره شيء يسوي قفتي ولا عنده بي ولا نعرف البيع ايش لا يخلق منه لا تلفاتنا يخلق لساتي الدكاتره معايا ضيوف الكرام الليله كي قلت لك مختصاصين موجودين على الساحه ونادرين جدا وانا بعد اعلاميا ما قصرت حد مسلط عليهم الضوء نهائيا. معايا الاستاذ محمد باهون مدرب مركز التمييز المعرفي للتدريب في الدمام بالمملكه العربيه السعوديه وعنده شهاده مختلطه بالمجال التنميه البشريه. التنميه البشريه ياسر الناس لا يعود الموضوع قاعد التنميه البشريه ما يعرف
تسمع التنميه الزراعيه والتنميه الحيوانيه، يسمع بها التنميه ما يخاف يا غير بعد يسمعها التنميه البشريه، يعني فن تطوير الذات وفن تطوير مثلا الالقاء، وياس من الفنون اللي تكتشفوا مع خلال المقابله ان شاء الله. معايا الاستاذ يعقوب حب الله، معالج او طبيب تقليدي مختص في الانجال والحجامه، فهمتوا الانجال والحجامه ودرتوا بها كامل ان شاء الله تعالى هذه الحلقه. يعقوب عنده مركز انجال ومؤسسه كبرى للطب النبوي لعلاج الامراض، واللي ناقشوا ان شاء الله من خلال هذا كامل ان شاء الله اثناء الحلقه، وعد التقرير اللي عن مركزه ندور ان شاء الله نبثوه اثناء الحلقه. اذا جرت العاده عن يد العلاج من اليمين وليت واسل ياخذ السنه جمع على اثنين واحدين من الاحباب جزاهم الله خير ولكن بدون خرج جزاك الله خير. المهم يا جماعه الاثنين من جماعه من الاحباب، والاحباب نقدر نتعدل وفيت بها، وانا بعد صراحه ترى مناصر الاحباب نقول انا اعلم انه نخرج هاي تنك شهر ثلاث ايام مناصر ان شاء الله تعالى في الوقت المناسب. انا بعد خارج بالنيار من الاعمال بالنيار. استاذ محمد برهوم الذي قالوا الشعب الموريتاني الذي قالوا التنميه البشريه اللي كنت عود ياسر منه ما يعرفه والله ما قد تسمعني شنو معنى التنميه البشريه وشنو هو اهدافه وشنو التخصص اللي انتم متطلبين الموضوع ده. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الموضوع هو موضوع غايه في الاهميه، لانه موضوع يستهدف الانسان، طاقات الانسان وقدرات الانسان ومهارات الانسان. كيف ما قدمت ان فيها التنميه الزراعيه فيها مجالات خارج الانسان، ولكن التنميه البشريه هي استخراج الكنوز والطاقات اللي في داخل الانسان. هذاك الاوروبيين ضرك اساسا مجتهدين عليه، اقتصادهم الانسان، اقتصادهم قائم على قدرات الانسان. ما كنا نسمعوا لك، كنت نقول كامل الليل فين نراك انك نسمع. تفضل تفضل، المقدمه ما هي خارقه ها. اوكي واصل. وهذه التنميه البشريه هي طبعا هي عنوان واسع شامل، ولكن يمكن أن نقسمه إلى قسمين. تنمية القدرات الشخصية هذا القسم الأول، وهذا خاص بما في داخل الإنسان، قدرته على الحفظ، قدرته على الفهم، كيف تضاعف من قدراتك على الحفظ، كيف تكون عبقريا في الفهم، قدرته على القيادة، قدرته على التواصل مع الآخرين، يعني قدرات داخلية. والجانب الآخر هو تنمية القدرات المهنية، هذه علاقته مع مثلا التجارة، علاقته مع الحاسوب، علاقته مع الإدارة، علاقته مع يا غير. كيف السؤال المطروح، كيف ننمي هذه القدرات المهمة؟ هو الجواب في سؤالك كيف. فنحن الآن المعلم والأستاذ يقول الولد، يقول له افهم وركز معي، ولكن ما علمه كيف يفهم ولا كيف يركز. هو هذا كل موضوع، هذا الفرق، وهذا يجرنا الى التعريف، الفرق بين التدريب والتعليم. ما هو التدريب وما هو التعليم؟ التعليم هو ان تعطيه معلومات، تعطيه معلومات، درست موضوع وشرحته والناس فهمته، وهذا ينحصر في شيئين. ما هو هذا الموضوع؟ هذا الناحيه الاولى، ما هو الموضوع وما هي فوائده، ما هي ثمراته، ولكن بقي كيف أنا كيف أصل لهذا المستوى؟ زين، هذا هو محل التدريب. فالتدريب هو يختلف عن التعليم، لأنه هو إعطاء معلومات وبناء قدرات وتغيير اعتقادات. ومدرى كان التنمية البشرية في سن معينة تستدفى والله جميع الأعمار، لا تبدأ مع الولد ما زال في بطن أمه حتى يموت، لأن حس المرأة والجنين في بطنها اللي تأثر منه الغضب، إذا كانت تقرأ القرآن وكانت هادئة وكانت في استرخاء هذا ينعكس على ولده. إذا ولد الولد يولد صفحة بيضاء نقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه أو نصرانه أو نجسانه، حق في 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 مرحلة يعود الإنسان ما عنده إرادة لا يعدل له، كيف الولد مثلا ما عنده إرادة في البرمجة. لكن أنتم كخبراء تنمية بشرية، نعم، مثلا الولد عنده 6 سنوات 7، نعم، قد يستقبل المعلومات اللي تدوره منه في اخبار التنميه البشريه من مهارات الراس حتى في الحفظ في كامل والله فهم سن، نعم، معينه، نعم، لابد من يقدم له يستوعب له. هذا سؤال وجيه. شفت الولد لما يبلغ
سبع سنوات يكون قد أخذ 90% مما يحتاجه من البرامج ولهذا يؤمر بالصلاة. أنت ترى عن الولد وهو صغير متى تعلم اللغة؟ وكان يسمع ما يبلغ سنتين إلا هو كل شيء يعرف، يعرف أن هذا الجهاز هذا قال له كارن ادخل اخرج قم اجلس، يعرفه. متى تعلم هذا؟ هو كان يستقبل، ولهذا لما يولد يكون الفهم عنده صفر ولكن حفظ عنده 100%، طاقة هائلة على الحفظ، يستقبل ويبدأ يستقبل هذه البرامج، يستقبلها لما يصل إلى سبع سنوات يكون قد أخذ 90% من برمجته، ولما يصل إلى سن البلوغ يكون أخذ 100% مما يحتاج من البرامج، هناك يكلف شرعا. إذا الله ينعقبنا رسول لك دكتور يعقوب ذلك قالوا الحجامة اشتميت لين تقيس الاختصاص بالضبط اللي قاع ياسر من الموريتانيين ما هو ما يعرفه والله ما عنده مثلا خلفية عنه اختصاص الحجامة هذا وكيف رأيته خلاله؟ طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. تقريبا شفت اني ظروف معينة حاطت بي من حيث لا احتسب، منها تربية ومنها تدريس. شيخي اللي كان يدرسني القرآن كان من كنت من تلاميذه المقربين له لذلك قال له مراسته، كذلك والدي، وعقدت هذه الرواية استهويتها مع سن التدريس واكبتها، ومواكبتي لها جعلتني نتطلع أكثر شن هي النقاط اللي تمرس، شن هي النقاط اللي تمرسها يأثر، شن هي ردود الأفعال. وفي التعليم الثانوي بدأت نفهمها أكثر، خصوصا لين جين المجال مع نفس التعليم الجامعي واكبتني، ولكني ما كنت يوم من الأيام نصور عني له نعود إذا هو تخصص، برغم أنها واكبتني في سن مبكرة من عمري ومشيت لها، اضطريت عني نقراها، وإني إني 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 عندي عزيمة قوية إني هذا الفن عود أتقنه. والله نحاول بعد نحتاط الجميع جوانبه كاملة لين عدد، خصوصا هذا السؤال يطرح لأن دائما معروف عن مجتمع حد ما هو من أسرة تمارس هذا الفن دائما تقبل الاجتماع يحتاج ليثبت ياسر المهارات حتى يعود يقد ينقبل منه هذا الشيء. رائع جدا، وهذا هو اللي جعلني قطعت فيها دبوسي إلين نثبت فيها جدارتك. رائع جدا. ونيتي تبدأ من درا كان بدأت موريتان هون تحاول تلود المشايخ هون والله أطباء خبراء في الحجامة والله قصت الخارج مباشرة، وهل هناك فعلا مراكز في الحجامة موريتانيا وأطباء معروفين بها؟ بالنسبة للحجامة مبوبلها أوفا، مبوبلها يعني المقاري، يعني جميع الأطباء التقليديين لهم منة علي، الخبراء اللي سابقيني في ذا المجال كامل من هذا المنبر نعترف لهم بمنتهم علي. وتاني تقرأ الحجامة رجعت للأطباء التقليديين وقرأت الكاتب من عنا كامل، ولين هم اللي جبت شهاداتي رجعت، وهذا هو انتمائي لرابطة الأطباء التقليديين، لأن مشيت رحلات مرقب نتكون فيهم وجيت رابطة الأطباء التقليديين 2000، هذا هو بداية بذل باطل احتكاكي بالرابطة. أول شجعوني لأنهم قالوا عن ياسر من الأمور الشعوذة والدجل المنتشر، وهي الحجامة ارتبطت لأنها من موروث ثقافي عند الناس انها تعترى فيها نوع من الدجل ادخلها ومرقها من اطارها اللي هي فيه شعور اطار اخر عادت وحاصرت فيه، وشجعوني واعطوني الانتساب وعرضت عليهم مثلا كيف دراستي للاخمص القدم اللي هو الجهاز العصبي اللي من عنده، وهذا واحدين من اسيا هم اللي بدأوا معي فيه واعطوني فيه مثلا رؤوس أقلام، وبعدين تمهرت فيه وبعدين اكتسبت شهادتي منه لين جبتها قبلوني وصادقوا على انتسابي للرابطة، وبدأت مشواري هذا بدأت فيه تراكم ياسر من الزمن أنا مارسها، ولين فرضت علي أنا فرض راسي اللي هو الانتساب، وفرضت علي أنا قبض لها طريقتها اللي سليمة اللي تعتبر بها اللي تحميك قانونيا وتجعلكم اللي في إطار اجتماعي رائع. استاذ بالنسبه لكم انتم في ماتيا في اللي قال من دراك كان اللي قالوا التنميه البشريه اختصاصات، نعم وشن هو اختصاصاتك انت بالضبط منهم مثلا؟ التنميه البشريه كما اسلفت هي برنامج واسع جدا
لأن هو كل نشاط إنساني هذا تنمية بشرية، فهي تدخل مثلا في جانب التربية، جانب التعليم، رفع من قدرات المعلمين، زيادة الحفظ، مضاعفة الحفظ، تدخل في جانب التجارة، يعني كيف إدارة مثلا الأمور التجارية، كيف إدارة الأرباح، كيف وضع الأهداف، كيف إدارة ما سألك من شيء يعني تدخل في الدعاية والإعلام، يعني جميع المجالات تدخل فيها، لأن يعني كل إنسان في مجال معين هو يحتاج لتنمية قدراته في هذا المجال. ولكن أنا حاولت أن أركز على مواضيع مهمة جدا، منها أول شيء تطوير الذات، لأن يعني هذا أران هذا هو حجر الزاوية. شنو هم معنى تطوير الذات؟ تطوير الذات معناها تطوير قدرات الإنسان اللي هي مشتركة، القاسم المشترك عند الإنسان، عقله مثلا، بناء قدراته العقلية، لأن يعني كل شيء لا يستطيع عنك. عنك من ضمن الاختصاصات اللي عندك تطوير الذات في ذلك قالوا الخطاب وفي ذلك قالوا نعم تطوير الذات وجه هناك للقاء. لما تطور ذات الإنسان فمثلا هذا الإنسان يريد تطوير ذاته، إيش نبدأ معه؟ أول شيء نبدأ معاه الهمة العالية، نبه بعد قاع هو ترفع مستوى الرفع من المعنويات، الرفع بعد قاع من طبعا لك عن حد من رفع معنويات الشعب الموريتاني، أنه يعود رفع المعنويات هو أرفع حد في العالم مثلا ترفع معنوياته. وهذا الناس همهم متفاوتة. ابن القيم رحمة الله عليه اجعل قوسين للهمم، قال بعض الناس منهم من همته متعلقة بالعرش، ومنهم من همته تحول وتحوم حول الأنتان والحش، معناها الطعام والشراب، ما عنده غير هذا. زين حد فالناس بين هذا وذاك، برفع الهمة حتى الإنسان خلاص أنا رفعت همة الإنسان. طيب طيب أنا كيف أصل؟ هناك فإن عجبتك خلال امرئ فإن عجبتك خلال امرئ فكن هو تكون مثل من عجبك. زين حد إذا بالنسبة لك أنت قلت ذا اللي قالوا رفع المعنويات. نعم. رائع جدا، هاي الخطوة الأولى تبدأ هاي الخطوة الأولى. رائع. الخطوة الثانية تطلب من المتدرب أنه يفتح عقله، معناها زاد يقبل التغيير، لأن الإنسان اكتسب، وهذا في التكييف العصبي المجال واسع شوي، هذا يعني التكييف العصبي، كيف الإنسان وصل لهذا المستوى، كيف الإنسان حمل هاي البرامج، في شيء سلبي في شيء إيجابي، تقنعه أن عنده برامج سلبية وعنده برامج إيجابية، اتحملها في ظروف حتى هو ما عنده فيها خيار. هذا نوع من التنويم المغناطيسي؟ لا مو تنويم مغناطيسي. انت ولد مثلا في المدرسه مثلا على سبيل المثال، واكيد انك الناس طاقاتها كبيره، فالاستاذ قال لك انت ما تصلح للدراسه، ما تصلح لشيء، هذا دخلك فلوس، برنامج دخله يخسر عليك في المستقبل، انت ترى انك ما تصلح لشيء. الاب، وهذا كثير من الابناء يتعرض له، دائما الاب يقول انت ما انك ذكي ولا تعرف، دائما هذا معناها دخلته برنامج سلبي. وفيه ايضا برامج ايجابيه، من درى من درى من درى شنو الطريقه المثلى، هو رجاج ما هو فاهم شيء والله ما هو قادر. طيب هو قلت لك ما عنده خيار، كمان الانسان ما عنده خيار في لونه ولا عنده خيار في طوله، هو ما عنده خيار في الناس اللي يربوه والمجتمع اللي يربى فيه. طيب هو الان تحمل هاي البرامج، انت تنبه الان ان عنده شيء سلبي وعنده شيء ايجابي. الان طيب انا عرفت الان عندي الخجل مثلا، عندك الخجل يعني انت تتكلم تقوم الدوره الدمويه دافعه ويتحرك جهاز العصبي ونتفض انا كامل ولا عارف اللي يقول شنو. ايوه يعود عالم قاع ومعلومات وياسري غير ما اعرف اللي ياس من الناس تخلق لي انت. ايوه هذه مشكله، يقول لك انا لا نحفظ شنو ننسى، يقول لك انا قاعد لا نتكلم قدام الناس يبغاني القولون وطبالي مثلا. ايوه المعده هذه كلها مشاكل، هذه كل وهذا شوف هذا الكلام اللي كانت كلامك عليه. هو العقل السليم في الجسم السليم. رائع. هذا يقول عن 90% من الامراض والنسب قاع، المهم من عامه الامراض العضوية أسبابها أمراض نفسية. إحنا لك ما نشاكين عن الحزن والخوف إن هذا يسبب سرطانات ويسبب معدة، ما نشاكين الأمراض عنها. هو عنده ارتباط، ما عندنا تصور إن هو عنده مرة واحد نعطي قصة بسيطة. مرة واحد من العلماء جاء واحد سوله قالوا لماذا الرقية تمتركوا مثلا تقرأوا قراءة، طبعا هذا قبل اكتشاف أن الكلام عندكم الآن كلام موجات صح، والخلية يعني الذرة هي عبارة عن فراغ واسع، وهذا الحائط تدخل منه يعني موجات الموبايل ولا ما تمنع صح. قبل هذا فهو سوله قالوا لماذا هذا الكلام يؤثر، انا جيك عندي مرض عضو مثلا تقرا علي، فهو اجابه بسرعه قال له انت غبي وجاهل ولا تعرف شيء وانا لا اتكلم عن ذلك من الناس. لم قالوا له هو العالم المسول؟ ايوه فأجابه هذا الجواب. فلما جاوبوا شوف العقل الباطن لا يلتقط مباشرة الكلمات إنها مخزنة فيه أصلا، لأن كلمات يعني ما الإنسان ما يحبها. أيوة. فارتعدت فرائصه بدأ يرتعد يختلج قال له ماذا أنت شبيك أنت قال له قال له أنت قلت لي كذا وكذا كذا. قال له أنا أجبتك أنت قلت أن الكلام لا يؤثر وأنا أثرت عليك بكلام. زين حتى زين. أنت الآن جسمك كامل يرتفع وينزل بكلام، وانت قلت الان الكلام ما يأثر. شفت هو الان اقتنع. رائع ان الكلام مؤثر. رائع. انت نعم. انت استاذ برهوم قلت عن هذا يقدر قاش يطبق الواقع. انا دائما برامجي نختار الشيء لامس الناس العاديه تعود تقدر تكردوا بيديها
فت معايا عود برامج الواقع. انا مثلا عاني من حفظي ضعيف مثلا، والله القائي والله فن الخطا ضعيف عندي والله، بس محيلة قد طبق نظريا قدام الناس روايه تعدل في فيان ولا الاخر الشيخ اللي نعرفه عن الجمله، ولكن شوف الناس يقولوا عن اسم السفطة اكيد ما في مشكله دلوقتي. اكيد ما في مشكله، ولكن للمشاهدين وانتم كذلك ايضا تفهموا ان الكلام اللي هنا قبل حالا سابوشي. ايوه طبعا سابوشي هي هو التدريب، هو التدريب ما هي مساله نظريه. سابوا بناء قدراتك، ولكن نحن نستعين بالله تعالى ونحاول نسلط يعني الضوء على هذه الجزئيه. شفت انت قلت لي اول شيء قلت عن خندق شين قالوا تطوير الذات في فن الخطاب والله الالقاء. اول شيء تطوير الذات. فلما الانسان حد قال التغيير العالم الثالث ما يقدر يتطور لما الانسان يفتح لك عقله ويقبل التغيير الان لا تبدا تخلصه، تعطيه وسيله يتخلص بها من البرامج السلبيه، كيف لقيت حال النسيان وضعف الذاكرة والخجل وكذا كذا كذا، تعطيه وسيلة يستطيع هو من خلالها يتخلص من الرسائل السلبية. رائع. إلين يفوت يكبر هذه الآلية ويتخلص من الرسائل السلبية، تعطيه أيضا طريقة يحمل بها البرامج الإيجابية اللي ما كانت عنده. زين ما هي مشكلة إذا. طيب أنا الآن خلصت الرسائل السلبية، هذا الآن لكيت فورماتي مثلا. كي جهاز يتحدث فورماتي، وهذا يسمى التخلية قبل التحلية. هذا حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع لهم هذا. عليه الصلاة والسلام كانوا مثلا الصحابة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذا مستوى. حتى قاع سبوا مستوى قاع ساب ذاك يأيدون البنات ويفعلون ولكن بالتدريب بتطوير القدرات وبالتربية صاروا رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تغيرت مهاراتهم ولا ما تغيرت مهاراتهم؟ تغيرت بعد يا غير طاقات زين إذن خلينا كل شيء قدون عدلوا فيه تطبيق التطبيق الواتساب الآن تقلت الآن الذاكرة أيوه. هذه مشكلة مصاب بها عامة الناس أكثر من يقول لك يجيب لك الولد يقول لك الولد هذا ذاكرته ضعيفة، وأنا مولي يقول لك ذاكرته ضعيفة، هذا مو صحيح. وخارج من الواخرة يحفظ بالعجلة غير ينسى بالعجلة، وهذه رسالة سلبية. هذا فيروس يحفظ بالعجلة ينسى بالعجلة. هذا شيء، وهذا يقول لك احذر ما تقول لنفسك، احذر ما تقول للناس، احذر ما يقوله الناس لك. أنت كم مرة قلت لنفسك أنك تحفظ بالعجلة وتنسى بالعجلة؟ كل مرة قلتها الشيء إذا تكرر. ولكن أنا أطرحك سؤال. والله تفضل. لو افترضنا كأصدقائك، أصدقائك أنت لا أصدقائك اللي معارفك مثلا. دونت أن جميع المعلومات اللي تعرف عنهم. مشي طيب ومشي ما هو طيب، وبدأت أن كم نحتاج من كتاب؟ ياك تدون المعلومات. ما يوفو. هذا علم والله ما هو علم. لو هذه المعلومات عن أصدقائك، هذا في السنة مثلا عندهم الجرح والتعديل مثلا، شو الواحد تنبهر يقول لك هذه مجلدات، هذا شنو هذا مقدر يحفظ هالكتاب، كتب هذه مقدر يحفظها، فلان خلق السنة الفلانية، فلان عاش في المكان الفلاني، فلان تربى في المكان الفلاني، هذا صارت مجلدات على سبيل المثال. طيب لو هذا المجلد تعطيه لأي واحد تصور أنه يستطيع يحفظ هذه المعلومات؟ ما يستطيع يحفظ. لأن الطريقة اللي تلقيت بها المعلومات ما هي الطريقة اللي هم يحفظ بها، أنت تلقيتهم بالمباشر بالمعارف بالعلاقات بلغة العقل. زين رائع جدا. انت حالك قد ترد عليه مرده حاله ونحفظه احنا ويحفظه الساده المشاهدين مرده لا مردته يحفظوه مره واحده. فيهم واحد يقول لك يا استاذ زايد عل ان المرده مره 10 مرات اخوك انا احفظها، ما في حد يقول لك زين، لان هذه لغه العقل. رديت مرده حتى في المقشوط ولا خارج المقشوط العقل له يسبح الين يحفظ ذكاء المعلومات كان يحفظها يقول يرد عليكم بسيط. رائع. معناها هو اكتشاف قدرات العقل، ما هو شيء نعطيه لك انا ولا هو شيء ندربك عليه، هو شيء ننبهك عليه ونعتك انه موجود ونطلعه لين تكتشف انت عنه موجود وتتعود ان هذا طاقه عندك انت تملكها. ما هو نياله نجيب لك مثلا معلومات اضافيه حتى نولد فيك مثلا. اذا بالنسبه لنا احنا ما فهم روايه دي. لا هو انت شوف انت عندك انت طاقاتك الحفظ هائله جدا، عندك 1000 مليار خليه عصبيه. 1000 مليار خليه عصبيه في ذاكرتك، الخليه الواحده ما يعلم سعتها الا الله. كيف تقول انا ذاكرتي ضعيفه؟ الخليه الواحده حتى انا اقول لك ان ذاكرتك لو حجمناها، اكبر كمبيوتر في العالم عباره عن مبنى من طابقين، لو حجمناها تكون مبنى في الارض ويناطح القمر، هي ذاكره الانسان. عجيب. اذا ولكن انا قلت لك ابو حديث بعد ما بعد حديث نحفظوه مره واحده عاد ما عندي مشكله ندور ان شاء الله نشوف ذيك الطريقه ذيك هي معنا باذن الله. يجي على قضيه الخجل وقضيه علاقته بالجهاز العصبي وعلاقته بالامراض الاخرى. ننتقل للدكتور يعقوب. الدكتور يعقوب لاهن شوفوا تقرير دارك ان شاء الله تعالى عدلوا اليوم الاستاذ فضيل الناجي من قناه شنقيط عن مركزكم وعن طريقه العلاج فيه، نعود نناقشوا من خلاله ونشوف المستمعين المشاهدين يشوفوا مولي شيء مباشر والتطبيق قدامهم ما هو لا النظري. من المزايا على الاقل الاعلام التلفزيوني ما هو كيف الاذاعي.
إذا مشاهد الكرام، لهنا نبقى مع تقرير عن مركز المؤسسة الكبرى للطب النبوي. من الملاحظ أننا نشهد حاليا عودة واسعة النطاق إلى ممارسة الحجامة لعلاج كثير من الأمراض خاصة في موريتانيا، مما أدى إلى إثارة جدل واسع بين مختلف الأوساط الطبية حول مدى فاعلية هذه الطريقة العلاجية ومحاذرها في بعض الأحيان، وخاصة بالشكل الذي تمارس به الآن. يعتبر العلاج باستخدام الحجامة من أكثر الطرق العلاجية قدما، حيث استخدمت من طرف الشعوب القديمة وعلى نطاق واسع. الحجامة سنة علاجية قامت يعني موغلة في القدم، استخدمها الفراعنة، الإغريق، الأشوريين، المصريين، الصينيين، ولكن لما جاء الإسلام أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا أخذ المسلمون من هذه السنة، وليست سنة عادة عند المسلمين، بل هي دواء علاج قديم كما رأيتم، بسيط وسهل، يستطيعه الغني والفقير على حد السواء، وسهل التنفيذ، فقط يحتاج لآليات وخبرات ومكان نظيف فقط. مثلت الحجامة جزءا أساسيا من الممارسات الطبية التقليدية للعديد من المجتمعات العالمية، إلا أنه بعد أن استشر الطب الغربي في بلاد العالم أجمع، تراجعت تلك النظم والممارسات الطبية التقليدية إلى الظل، فظلت بقايا هنا وهناك كممارسة تقليدية غير رسمية في الصين ومجتمعات شرق آسيا كجزء من المحافظة على التراث الطبي التقليدي. ظل الأمر كذلك حتى سنوات قليلة ماضية، وخاصة بعدما فشل الطب الحديث في علاج العديد من الأمراض، وبعد أن تم اكتشاف العديد من التأثيرات الجانبية للعديد من الأدوية الكيميائية، فقد بدأت تنتشر العديد من ممارسات الطب التقليدي أو ما يسمى بالطب البديل مرة أخرى في دول الغرب والشرق. العملية تستغرق كما ترون تقريبا 5 إلى 7 دقائق حسب المريض، حسب نوعية العلاج، حسب نوعية المرض، حسب نوعية بنية الإنسان، يعني هذا تستغرق حسب كما ترون، لا تستغرق وقت طويل، فقط تحتاج لتهيئة المريض النفسية حتى يكون في جو استرخاء، وتكون كذلك بسيطة، ليست كما ترون. الحجامة هي ركن من الأركان الأساسية للطب، والروايات والأحاديث أطلقت عليها عبارة السنة الإسلامية كما عرفها الكثيرون في العصر الحديث تحت عنوان مصطلح الطب البديل أو الطب المكمل، ومن ميزتها البساطة والسهولة دون أن تستعين بأجهزة متطورة على إيجاد التمهيدات اللازمة في المراحل المختلفة للعلاج وتطوير وإكمال المناهج الطبية، ولا تحتاج إلى فروع متنوعة خلافا لعلم الطب، ولا إلى قضاء سنوات دراسية كثيرة كفروع الطب المختلفة. ما شاء الله كانت الحجامة طبيعية وبدون آلام وبسيطة. تمتلك الحجامة أطول وأعمق تجربة طوال التاريخ في بلدان كثيرة ومن قبل شخصيات عديدة دينية وعلمية، فمع أنها كانت تستخدم قديما، ولكن تداولها بهذه الشمولية والاتساع يعود فضلها إلى ما بعد ظهور الإسلام، بعد أن ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الأئمة والأكابر من الأطباء في العصر الإسلامي، حيث احتلت مكانا مرموقا وشامخا في علم الطب. فضيلة الهيدلة لقناة شنقيط، نواكشوط. إذن دكتورة يعقوب، شفت التقرير، إذا ذاك العدل تخوة ما يوجع شمل الماس والتشراط والدم. أنا بعد صراحة بيني وبين خرص تحت ما كنت يتمنى. هذا بالنسبة لنا احنا اللي تعودنا عليه بسيط، وبالنسبة للناس اللي ما تعرفوا هذا فعلا هو السؤال يطرحه كل حد واقف بين عيني، يعني لا يشرط. هي يشرط ده ما يوجع، قال لك التشباخ، وينقال لك أنا نبغي نداوى، شفت الناس الدواء غير لا خالعني منها الشقة اللي يعدل، ويصور عنها اللي تعود فتحة كبيرة، ويصور عنها اللي تعود باقي فم هاجس من الخوف مانع منها اسم الناس، ولكن لحسن الحظ التقرير
بين فيها انها بسيطه، فتحات جد صغيره وعندها وما توجع. هم المرضى يقول لك انا ما يتلموا، المرضى وقع خارج من الناس، لا مجرد ينقال بالحجامه يبدا هو يشعر كيف قال محمد عن قضيه لكن يعني التنميه البشريه العقل عن مرتبط لا شعوريا انها توجع. ولكن الحمد لله، ثم الحمد لله بتجربه الناس ضمنها هذا اليوم معانا ومن دركانكم عندكم اختصاص معين في الامراض والله تعالجوا بها جميع الامراض تقريبا. بس الحين انتم مثلا يجيكم حد مريض بمرض معين لا يتعود الا كيف مثلا تعطوه الشربه كذا بعد بعض الاطباء والله كل مرض معين عنده نوع معين من الحجامه وفي شيء من الامراض تقولوا هذا ما هو اختصاص مثلا. الله شوف هاي المشكله هي اللي زين من الامور اللي انا نؤمن بها قضيه التخصص. ايوه وهذا هو اللي جعلتني نبغي نتخصص في انقاب الحجامه ونمشي للوفا نمشي للمقاري نمشي للعلاج. هي غير الحجامه من راسها من دركانها مختصه في امراض معينه والله بدي عندهم امراض معينه تداويهم خارج شمل الامراض محظوره علينا نداويهم. رائع جدا. انا وصلت لي رساله قبيل تقول مولاتها عن الموضوع اللي نتناقش الليله موفق بي اللي قالت عندي قريبه لي ارتاح متيامس وسبتها مع مولانا لا جات الطبيب التقليدي توجعها قايمتها وصاقها حاز عليها وحجمها وشرطها لين شرطها قبضها نزيف وشال شرطة بتوفات يرحمها في الطريق. من درا كانكم انتم في المركز مثلا طارحين بل الياس من روايات كي نزيف وكيف الروايات ومن درا كان الرجاج لا يحجم عندكم عنده فحوص سابق يحجم بيدي ويقعد في مرض يمنع مولاه من يحجم قعد في مرض عصبي مولاه لا يقوم مرض صافي قد من درا كان فما صحيح عندنا احتياطات نقبوها من كل مريض. اول شيء عندنا طبيب متقاعد اذن قالوا قياس الضغط ما تقيسوا الضغط السابق ولا يقيسوا ضغطه خرسوا وضعيته مثلا كابجديات ما هو اللي ارجاك متجو شرطين ابجديات الطب انه فقر الدم بين فيه من عينه تشوف فيها نسبه ارتوائيه الدم فيها وامور ظاهره عليك اياها مثلا تجربه الطب كطبيب تقليدي تجربتك تشوف بنيه الانسان مثلا كان منهار كان. والشيء الثاني عندنا ما هو كل حد نشرطه لان عندنا موانع تمنعنا من نشرطه لان هذا اللي هو الحجامه تجعل الانسان لابد من يعود مهيئ حتى الناس تجينا ونعطوه اعشاب حتى تتوازن فيها لان احيانا بلغميه احيانا دمويه احيانا سوداويه احيانا صفراويه تعود ما هي متوازنه وهذا هو اللي جعلنا اخلطنا عليه شيء من الاعشاب نعطوه خصوصا اللي قالوا مسهل لان اكثر الامراض من اكثر الامراض هم الذي قالوا الامساك عند الموتان نتيجه النظام قضيه المجبنه والقضيه العادات الاجتماعيه حموضه النظام الغذائي انتم بالنسبه لنا احنا نقول احتياطات منه ولو كل حد نحجمه كذا كل مش الناس اذا انتم سابق تبدوا الحجامه تعدلوا فحوصات المريض وتاكدوا منه حد انكم تحجموه معناها عن الحالات اللي مولاها يشرط حد ما يعرف شو قدر نسيب ذيك وتعقموا ادوات ما عندنا شديده وعندنا معقمه حسب نوعيه المرضى خارج من الامراض يعني وكثيره الحمد لله فما تجينا في العياده المصحه يوميا اللي تجينا شي من الامراض المشهور اهل التخصص به اللي دواها ما هو الحجامه دواها من درك انا اللي قالوا التنميه البشريه ينفع اللي قالوا المجبنه ينفع اللي قالوا الحموضه هو كل احنا قلنا اسلفنا لان كل شيء عنده علاقه بالنشاط الانسان هو يتعلق به ونهاية الأمراض العضوية اللي يحكي لها الدكتور هي كلها أكثرها شماه هو الواية طايح عليه والله شيء يعني جاي من أسبابه خارجية أساسها داخلية جاي من الداخل يعني من التفكير من الحزن من الخوف من القلق من التفكير السلبي الدائم فيتأثر الإنسان حتى تظهر عليه كشكل أمراض زين فهمت أول شيء أن الإنسان يتخلص من هذه الرسائل السلبية فالإنسان لك مثلا يرى أنه عنده مشكلة المعدة وقع حتى بعض الأحيان مرة قد حدثني واحد قال لي لا نشوف الغبرة يقبان الضيق شنو علاقة الغبرة هك ولا وقع الغبرة ما لا شاف وتوف جهازه العصبي يتعامل معها مباشرة مجرد ما يشوفه يرسل رسائل مباشرة سريعة لـ 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 فهمت وهذا فيه تناغم لأن الوقت يضيق عنه بين الجهاز العصبي والجهاز الدوري لأن الجهاز العصبي هو عبارة عن مركز العقل الباطن كيف زاد نقوله في الأجهزة الحديثة عندنا مثل الهارد ديسك والله الدكسدير هذا ملف المعلومات فيه وجميع الإشارات الضوئية وجميع الأوامر اللي في الأجهزة مختلف الأجهزة هي تمشي في هذا الجهاز العصبي أسرع من الضوء
زين حد. جميع العمليات لا اراديه اللي تحدث في الانسان وحتى الاراديه تنفذ عن طريق الجهاز العصبي، لكن الجهاز الدوري اللي هو القلب واللي هو بقدر قبضه الانسان، كل واحد قلبه قدر قبضه يده هو. فهذا كذلك يمشي منه الدم ماشي ورايح الى الاكسجين وراجع بالثاني اكسيد الكربون وينتشر حتى كل خليه من خلايا الجسم يأتيها غذائها ويرجع منها الكربون اللي منها. رائع جدا. يا غير شيء في فترة كان ندور شيء من الواقع، من درا كان حد في المجبنة والله الحموضة انتم تقدوا تعدلوا له طريقة مثلا ولو دورة إلين يمشي عنكم مرتاح عود ما ترى في مجبنة ولا حموضة. طبعا داوم. هو أول شيء اللي بعد قاعد للشال اللي بعد انطلق. نعطيك مثال والله اعطيني مثال والشال سادة المستمعين قد يفهموا مثلا خليك مثلا نقيسوا قاع بيئة البادية حضك مثلا من البقر غير السبع ما يعرف السبع ما يعرفه ما قطع ما لهم خبر ما قد شافوا ما قد شافوه جبار السبع بارك في من البقر ما يعرفوا لا يعرف ضرره ويقدر يتمسح عليه ويتمس عليه ما هو خايف من السبع. طيب الين يجي وقته وخلوا يحدد عن السبع وانه واقع له واقع له واقع له الشيخ اللي يقول له نشوف السبع لا عاد موتين قلبه يهرب لا عاد هو فيها. هو الان لا هو الان عاد تاثر ما تاثر من عقله لانه هو الان خزن معلومات هو الان خزن معلومات وهذه المعلومات هي اللي ظهر تاثيرها على على جسمه فهمت حضك قد يمشي على بريكه حيط قصير مثلا قد يمشي عليه مرتاح ما هو خايف يطيح يغير طلعه وخليه 20 متر لفوق في الاعلى وخليه يمشي عليه خلاص شوف شو الشيخ اللي رايح اذا نفس الظرف الان الخوف من الشيء يقع فيه خوف الانسان من المرض ودوام تفكيره فيه هذا يطلعه إفرازات شديدة يطلع من دوام خوفه منه بعد قاع ودوام يكره له ودوام انشغاله فيه هي وبس محيلا نعالجه بالطريقة اللي نعالجه بها حد كيف له دوام خوفه منه كامل هاجس الخوف الوسوسة عنده عن فيه المجبنة والحموضة أول شيء أول صفة وهذا هذا يحتاج هذا أنت تتكلم عن مسألة تدريبية يعني عملية تطبيقية وبصورة عامة لأن أي برنامج سلبي تبقي تطلعه منك أول خطوة فيه وقف اللي قاله التفكير السلبي فيه تفكير وقف عنك هل تحاول تشتغلوا عليه؟ إيه إحنا نشتغلوا عليه وتعلم كيف تستخدم الرابط شو يسمى الرابط قطع التفكير أول شيء يقطع عنك التفكير أيوه والتفكير قطعه ما معناه أنك التفكير السلبي توقفه هكذا تقول له وقف يوقف لا يراك الظلمة تبغي توخرها إيش عدلها؟ تقضي الله تقضي الله توخر هي كذلك التفكير السلبي وقفه تفكر تفكير إيجابي يتوقف عن التفكير السلبي ترتاح انت نفسك طيب شو رايك المريض تلاحظ وراك اللي قدامه ما يعرفه الدكتور هذا بعد مازال ما فات عاد الشمك رود بليد بالنسبه لنا احنا هذا طيب شوف المريض اللي قال الشعب الموريتاني 70% 80% في الحموضه في المجبنه شوف خذ الدكتور اكراك واختار وعرف الطريقه اللي قدام خذ بعض مريض مثلا من البيت وقول له انا وعد لك اخصائي وشكر له حتى وجيبه مكان مكيف وقعده خلص نفسيته ايش لا يخلي بالله ما فات قاعد الدكتور ما تمسه خرص اريحيته خرص الحال النفسيه والاسترخاء اللي يخلق له عودها كان يعني واقع له شيء من الخوف والالم ويتناهى واقع انت تطرح له هوالك هو صار مثلا بجو اخر لانه يقول له طيب انت مالك مريض ولا واقع لا اي خلق في الواقع خلقنا احدين يعود واحد به الخلع من الدقه تعود تجي دار صغير اللي يشوف الطبيب يجهز الدقه يسال من الدرس اي طبعا مباشرة القضية هون تتعلق بجهاز العصبي مباشرة يسع آلام الدرس مباشرة به القضية ذي إذن بالنسبة لكم أنتم فهم دورة والله دورات تعطوها للرجاج لين يتخلص من قضية المجبنة والحموضة شوف المجبنة هذا اختصاص الأطباء النفس شوف أولا أنا أعطيك مسألة وش هو علاقة لا يعطيك فرق بعض الناس يتصور أن علم البرمجة وعلم علم النفس أنهم واحد أيوة متطابقين هما يشتركوا في مجالات ولكن كلهم مستقل علم البرمجة موجه للصحة للعقل لأن يعمل فيه العقل وعلم النفس هذا موجه للمرضى أيوة معي معك أنا بعد كامل موجه الموريتاني بيلياس في النفس علم البرمجة مثلا حد فيه صفة الخجل مثلا هو غير هو عاقل يستطيع يتغلب حد ما مترشح للرئاسة ولا البرلمانيات إلى عاد خجل قد يتغلب عليه حد عنده مستوى ضعف التأثير على الآخرين شجاع قاع ويتكلم غير ما يأثر ما يتكلم ما عنده كاريزما الخطيب مثلا يقف قدام الناس ويخطب يتكلم الناس على طول يناموا لماذا؟ لأنه هو غيب شن قاله لغة الجسد هو مصور عن الله كلامه المضمون أنه مؤثر مضمون ما هو المؤثر قال ما عنده القبول وخلاص المضمون ما هو المؤثر شفت المضمون يقيسوه يقول عنه يأثر في المتلقي بنسبة 7% بينما الصوت 38% والحركة 55%
هو هون اهتم لا بالكلام تأثيره حتى أفكم يقدر يأثر عليك، ما عنده قاع مضمون ما قال لك شيء، يقير مشاعره بأحاسيسه بحركاته بتأثيره يأثر عليك أن تبكي هو أفكم، ويجي واحد ثاني خطيب يظل لا يشردد ولا ما قاعد لا قاعد ما فهمتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم لغة الجسد يعني بالحركة وبالصوت ويرفع الصوت كأنه مدير جيش صبح يتحرك من الناس يعود الخطيب غايب عنه هذا الشيء، بعضهم قاعد يدخل يدي في البتو، بعضهم يشبك سواعده، وبعضهم ما يعرف على الطريقة، وبعضهم يركز النظر على شخص. بعد ما فات مجموعة الناس جاب الناس وزاد طلع دكتور من رأيك كانك أنت عندك مجموعة من الشهادات، للشهادات أنت أصلا سعيت لهم شيء تلوّد تقول أنا لينك رشين قالوا الحجامة وقست ناس معينين ماشين والله صدفة وجودك مثلا في أماكن معينة علمت بهم وقستهم. تقريبا هذه رحلات على حسابي ومن النفقات الخاصة دون أي تشريع خارجي هي اللي جعلتني مشيت. وحقيقة هذا الطب ياك تثبت ولا بد تدخل من بابه اللي هو باب الطب الحديث يحمل 7 سنوات بعدين تعديل تخصص يعني طب تقليدي طب موروثي اجتماعي. إلا أن هذه الحجامة خالطة بين الطب التقليدي والطب الحديث، وهذا اللي يجرنا هون المقارنة. شن هو المقارنة بين الطب التقليدي والطب الحديث؟ يعني شن هي المقارنة زاد بين الحجامة من منظورها الصحي اللي هو اللي انت تنظرها الحجامة في تقرير، ما هي رواية طارية يحاني يرجع يثبتها ولا هي رواية تحتاج مثلا نحن كمسلمين نعالجه على النبي صلى الله عليه وسلم عدله ونحن له نعدله هان نعرفهم اللي نعمل بالكاس التقليد. وبالنسبة للموريتانيين موروث شعبي عندهم من ضمن فرع من فروع الطب التقليد. وشنو التعريف العلمي؟ هو نوع من الدم الفاسد. العلمي هو شنو هو؟ هو عبارة عن شطف الهواء تخفيف الضغط على الأعصاب اللي نخرصه واسمه تشتغل عليه عدة محاور. واحدة اللي قالوا تحفيز الدورة الدموية اللي تعود تشتغل سحب الألم، مثلا يجيك رجاج متألم ألم حادة وذاك الوقت يخف الضغط على الأعصاب لأن الأعصاب كانت عندها نقص في التروية، تبدأ تعالجها بهذا العلاج. إنين تعالج هذا العلاج من الحجامة المريض يشعر مباشرة، يبدأ كانت عنده ألم في الدرس نتيجة عدم التروية. جميع الأمراض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، جميع الأمراض نتيجتها يعني مشكلة في الدم. الدم الفاسد تسحبون الدم منه. هذا الوسوسة من الناس يقول عن التبرع بالدم عنه مفيد جدا. التبرع شيء، تبرع يسحب الدم من وري وتنسحب منه كريات دم بيضاء صالحة، بينما ذلين قالوا في جامعة ساحب خلايا هريمة شاذة والله مقبل على الهرم ولين تعدل فحص تجبر منه كل نسبة فيه تجبر خلايا كريات دم حمراء ولا تأتي الجسم مستغرب. أنتم تسحبوا الدم الفاسد و الجسم هذا تعريف نقول الدم الفاسد ورجع خارج رواية. أنت عضو في نقابة الأطباء التقليديين؟ نعم أنا هذا هو وضعيتي والله، هذه هي مرجعي قاعدتي اللي ندخل بها واللي مخولها للناس الطب اللي وصفي عضو في رابطة الأطباء التقليديين رائع بي اللي قطني نهارات رابطة الأطباء والصيادلة هون والله ذيك التابعة لا قط شكات من الرجاج قالت عنه قد تظهر على الهواء ما عنده شهادة وبالتالي كذا معناه عنه. إذن هذا بعد عنده رابطة الأطباء التقليديين موريتانيين وعضو فيهم رائع جدا. نرجع لأستاذنا برهوم قسنا قضية هذا علاقة الطب البشري بعلم النفس ومن دراكاكم أنتم فماتي مثلا حالات كي حالة الغيرة هذه الحالات اللي يجي لا دخلنا في شراكم تين يا أخوان موريتانيا ظهر عليك الليلة لا شهامك لا يتخبط لهم لا تعرف الغيرة ياسر في موريتانيا خصوصا في ذا الزمن اللي هو زمن الديمقراطية من درى كانك تقد تداويها عن عليات موريتانيا ونيت داويها تقنعهم بما بعد الغيرة. شوف هي الصفات كاملة هو الإنسان ما في صفة والإنسان لاش متغيرات أيوه. كل ثانية تموت منه 50 مليون خلية وتحيا 50 مليون خلية، أنا هو عبارة عن شو متغيرات وهذه الصفات نغرسها الإنسان في ظروف معينة فيها شيء فطري الغيرة فيها نسبة فطرية الله جبل عليها بنات حواء يغير الصم اللي فمشوا أخر زيادة أخرى وفم ملفات أخرى محملينها النساء من البيئة اللي هم عايشين فيها فهمت؟ زين ذا اللي فطري هذا الله شيء كامل فطري هذا ما يتغير رائع رجاج طوله مثلا ما يقدر يغيره
قصره ما يقدر يغيره، لونه ما يقدر يغيره مرحلة معينة. نفس الشيء اللي مطري اللي جاء عن طريق مثلا ان انا من فلان، والله المجتمع الفلاني، والله انا من القبيل الفلاني ما يعادل لنا، وتسمع الحكايات على ذا واحنا الواقع عنا واحنا واقع عنا، الين تعقب بتحصل من البرنامج فهم يعود فهم جاهز نفسيا قاعد لا الموضوع اللي اسمها قاعد تبهر رعدته وتعود قاعد تمشي. هذا هو اللي قد يستهدف واللي قد يطلع ويقتلع برنامج سلبي، يقتلع من جذور يعني يقتلع من دورات الاليات تقلع عن غير ذي، يقتلع من جذور اللي تبقى المرأة يعني صافية يصفى ذاك اللي مكتسب اللي اكتسبته من البيع. هي زاد تقلع من غير ما نعلق تتحكم في عدد وذاك لصي تعدل تعدد تعدد اللي يجيب اللي يبقى فهم غير نسبة ما هي كبيرة مرية ذي نسبة عادية. كانت واقعة أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين كانت واقعة لهم خير، وزوجات الصحابة كانت فيهم، وهذا قاع هذا شيء معروف. انت ايش تحفظ لك في شيء نسبي في شيء مكتسب؟ كل شيء عند الانسان في شيء فطري وفي شيء مكتسب. مره كنت في المدينه تفدوره وفيها الشيخ هذا الشيخ المختار والده الشيخ محمد بن الشنقيطي ونتكلم في قضيه الذاكره علم فيها شيء فطري وفيها شيء مكتسب. فهو قال لي عباره انا اعتمدتها من ذاك الوقت، قال لي معناها الفطري هو الاله يعطيها الله سبحانه وتعالى لكل واحد زين حد اله تخرج مع الانسان صح بالضبط. هو الكلام ده ان الفطري هو الاله اللي الله سبحانه وتعالى يعطيها لكل واحد عنده، يغير الصم الله يعبيه ومن الله يزيده وينقصها ويستفاد منها وما يستفاد منها، هذا تفوت فيه الناس. ولهذا ترى الخطاب الشرعي التكليفي ما هو في ذاك الفطري، في ذاك المكتسب. انسان ذاك ما يحاسب على على على, 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 على طوله ولا على قصره ولا على انه ما يقدر والله على لونه والله على ما هذا ما يحاسب عليه، يغير يحاسب على ذاك الاخر اللي هو قاعد يعدل. رائع جدا. نعم. استاذ من ترى كان الحجامه هذه كانت تعتبر نوع من الطب البديل؟ هذا الحجامه والطب التقليدي هو اللي يقولوا في الغرب الطب البديل، والله هو الطب البديل عباره عن الغرب هم اول ماده صنعت الادويه الكيماويه، وهي اول ماده تاثرت وهي اللي دفعت فكاتير وراكاتير، حتى انه يقول بعضهم ما تابع عملوا التركه هاي الادويه مضادات حيويه، بعضهم يقول عنه بعض الأدوية سم. لين نجي نقارنوا بيناتهم، هو الطب النبوي هو الطب سمي الطب النبوي اللي هو اللي متخصص بالذين قالوا الحجامة، بالذين قالوا الفصل، بالذين قالوا ألبان الإبل، بالذين قالوا أغوالها، بالذين قالوا العسل، بالذين قالوا السناء، بالذين قالوا الحبة السوداء، يعني الأشياء اللي أصلاً حدتها مثل موضوع. لين نخلصوا عنهم هذه يسوى كانت بين فروعه، يسوى اللي منه أشربة ويسوى اللي منه يعني مستحضرات تعدل. هذه فرق نشوف فرق بيناتهم، هم طبهم طب بشري جهد بشري، والطب النبوي طب رباني من مشكات النبوة تطمئن النفس وتميل وكذلك تنشرح له ومجرد عمله. والأمر الثاني إن الطب النبوي والطب التقليدي قاع بصورة عامة يعتمد على إخراج، وإن اعتمد على الإدخال هي إدخال مواد نافعة، لذلك شو عند جميع أطبائنا التقليديين وما أحاش منهم أحد اللي يدخل مواد نافعة، بينما الطب الغربي يدخل مواد سامة، وهذه المواد السامة عندها تأثير، لذلك يكتب لرقاش واحد ويكتب الدواء ويكتب معه دواء ثاني، لان هذا الدواء اللي عاده يداوي المرض عنده مضاعفات ثانيه لابد من يعملها. زين من درك كان في, 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 في الحجامه في متعالج اللي قالوا وجع الكرعين وجع الانفاص اللي قالوا روماتيزم مشاكل اركابي مشاكل عرق النساء، هذا تخصص مثلا لياسر فيه الحمد لله اللي قالوا عرق النساء، اللي قالوا مشاكل وجع الكرعين وجع السوارق، اللي قالوا سبب وضعيه المجتمع لانه عندهم جلسات ما هي صحية، وبسبب النظام اللي حتى المرور نظام السير عندنا اللي هو النقل عندنا يعني وضعية يخلق رجال يمشي فيها رجال مسافر ما عنده يجي مقطوع والله يجي مقطوع على كامل تعدون. رأيك إذا من ترى كانك أنت مثلا مخول تعطي دورات في ذلك قالوا الحجامة؟ أنا بودي عندي رسالة أني هذه العمل اللي قبلت اني نكسب ونورثه، ولكني ماني مستعد بعد في نفس الوقت اني حد ما مكث معي من فتره من الزمنيه لين حصلت لي قناعه وحصلت لي علم يقين انه عاد مهيئ لهي الروايه اللي قلنا نسال المشاهدين. رائع جدا. لنرجع لنفس سؤالك انت، من درى كانكم انتم مراكاتيها رسميا تقدروا تعدلوا دورات بمجالكم وتعطوا شهادات؟ نعم.
رسمية ما ترى رسميا، لأن الشهادة تحتاج عندك مركز يعني مرخص من الدولة اللي هو فيها، وتعود أنت يعني مدرب دولي معتمد من جهة رسمية عالمية. شيئين، ما يقدر الإنسان، ولو بعض الأحيان الإنسان عنده طاقات يقدر يدرب ويتكلم ويعلم الناس، غير ما يقدر منح الناس شهادات. لا بد من شيئين، عندك مركز يعطي شهادات معترف بها، وتعود أنت أيضا ملي مدرب معتمد، ملي من جهة معتمدة دولية، ما هو لأنك شاركت في دورات مثلا فيه إفادات، ولكن فيه شهادة اللي هي الـ TOT، هذه هي اللي تخول المدرب عنه يعطي شهادة. ملاحظة قالها لحد، قال أرجو من طبيب الحجامة أن يطلب دائما من المريض فحص تخثر الدم. نعم، هذا عنده علاقة بالموضوع. نعم هذا صحيح. بالنسبة للناس اللي عندهم، وما هو تخثر، هو الناس اللي عنده ما عنده فيتامين ك، هذا اللي هو التجلط ما هو عنده، هذا دائما نحتاط له من ذلك، دائما أول حد يجينا دائما الحمد لله، قاع بنظر تراكم الفترة الزمنية عندنا عاد تجينا الناس اللي دوت عندنا وعدنا على طبيعتها. بالنسبة للناس الأخرى دائما نفتحوا فيها فتحات صغيرة، فتحة أولى ثنتين، ونركبوا الكاس ونشوفوا نسبة سويلة الدم، يعني تعود دم ما هو قابل تجلط نبتقوه مباشرة، نوقفوا عنه ما نكملوا له حجامة. وبالنسبة لنا نعود دورته نشوفوا وضعيته، هذا هو اللي نعدلوا فحوص ونبنوا له فحوص، دائما عاد نقل دائما المريض يجي بنا ملفه عنده كامل استفادوا منه، من يعيننا بمواضيع. كلمة أخيرة أستاذ، يبدو أن المخرج يبدو حتما. الذي أريد إن شاء الله أن أؤكد عليه هو الاهتمام بالقدرات الشخصية. فأنت إذا يعني بنيت قدرات الناس، فكما يقول المثل، أن تعلمني كيف أصطاد السمك أفضل من تعطيني سمك. إذا بنيت قدرات، طاقات معلمين، طاقات أطباء، إداريين، عسكريين، فنيين، مهندسين، فبعد ذلك هم يكملوا الشوط. وإذا هاي الطاقات ما بنيتها، مهما بذلت عليهم من جهد ومهما وفرت لهم الطاقات ووفرت لهم الفنيات ووفرت لهم الأجهزة، لا يبقى مستواهم محدود جدا. رائع جدا. أستاذ دكتور حمد الله، كلمة أخيرة. الحمد لله رب العالمين، أشكر أي فرصة لي تحتي من هذا المنبر، وفقط مجالي اللي هو نبغي دائما يعود ما هم الأطباء التقليديين، ما هم أعداء الأطباء الحديثين، نعم التكامل بينهم، عنهم اللي الأطباء الحديثين، الأطباء التقليديين ما هم كذلك أعدائهم، لا يعود هم أتيها كلها، هذا عدلوا لك الطب التقليدي، ولين يجي الطبيب الحديث يقول له ليه معدلوا لك الطب الحديث، وهذا أنا هي الأولى يدشان الشكل، أنا كل العالم كلهم متكاملين ومتناصحين، والنتيجة كانت ممشين هي يتخفيف إزالة الضرر عن المسلم وتخفيف ألمه وإنسانيته، ولا تعود تنظر من نظر مادي أنا كم أحصل عليه وكم من حصل وكم لا نحصل عليه، بل أني أحتسب عن هذه الرواية عدلها لله، وتعود نكتب يا صافية، هذا هو اللي أسأل الله إن شاء الله وفقني ووفق المريخ كذلك أخوتي. رائع جدا أساتذة الكرام. الشعر والصحافة والأدب صنوان، والصحافي مثل الشاعر تماما، عنده الحق في الرفض وعنده الحق في القبول، والشاعر الكبير نزار قباني دائما عنده إطلالات من النوع، عنده رائعته ذيك اللي يقول فرشت فوق ثراك الطاهرة الهدوبة فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، أبيات الأخيرة يقول شي جميل، ظهر مولانا عنه ينطبق على حال الشعب الموريتاني حالا، ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي، حوافر الخيل داست عندنا الأدب وحاصرتنا وآذتنا، فلا قلم قال الحقيقة إلا اغتيل أو صلبا، يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريانه، ما أسهل العتبا، من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شربا، حبل الفجيعة ملتف على عنقي، من لا يعاتب مشنوقا إذا اضطربا. الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء، ولا نايا وريح صبا، لكنه غضب طالت أظافره، ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضبا. حتى مولي ما أجمل الصحافة، إني ما تم تقول الحقيقة، لا أبغى تستنفر ولا أبغى تفتح. إذا في نهاية الحلقة أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ محمد مرهوم، شكرا لك، مختص في التنمية البشرية، والدكتور يعقوب الحبل
ممارس عام في الحشامة ورئيس مركز المؤسسة الكبرى للطب النبوي للعلاج بالرياض. شكرا جزيلا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله، وليلة الجمعة جاية إن شاء الله إلى ما نقفل من السابق ذلك.